ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى فيديو جديد وبعد فترة يعني من الزمن وغياب، ولكن نحمد الله يعني مرضى أخذناها لمدة أسبوع، مرضى عالمية لم أشاهد طوال حياتي نفسها. عموما مرت طوال هذه الفترة وكان هناك العديد من الأحداث التي كان المفروض أن نحن نناقشها ونشوف ردود بعض الناس، ومن حيث انتهينا كنا قد عددنا فيديو للممثل اليمني هذا الذي يبيع السكريم. أيضا من الأخبار التي مرت ولم نتحدث عنها كان الثلوج التي في أمريكا يعني بشكل غير متوقع. أيضا خبر وفاة شرط المرور في إب، نسأل الله له الرحمة. أيضا من ضمن الأحداث كان غرق هذا الباص في الأرض، بلعته بلعة واحدة. أيضا والخبر الذي انتشر كثيرا هو الكسارة حق اللاعبين اليمنيين، يعني ما عندهم إلا يتبادلون بالكسارات. أيضا من ضمن الأخبار رحم الله الشيخ صادق الأحمر، كانت وفاته أيضا بهذا الأسبوع. وأيضا من هذه الأخبار هو وفاة دكتور أو أحد الأطباء يعني وهو مهاجرا إلى بولندا، هذا الخبر تقريبا قريب عاده أمس. أيضا من ضمنهم ضمن الأخبار الاحتفال برولاندو، وأيضا هو الآن صور له في نادي النصر. وأيضا ما صرح فيها المدرب إيش اسمه سكوب لك خلاص عصير، قال إن المنتخب يعني مقارنة شبهه المنتخب حقنا بالتوك توك. وأيضا ما حدث بافتتاح الدوري الخليجي، هذه خليجي 25 في البصرة، مرت أحداث. ولكن الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله نستمر إذا تحسن الصوت ونستمر معكم في هذه القناة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.